بعد ما دخلنا في واحد المنافسه شريفه خديت انا واحد المارشي من عند وصبي في المهنه ديال الكونستركسيون ميتاليك. من بعد ما خدينا المارشي كانت مركبه قبل المارشي ومن بعد المارشي. من بعد جابونا وصبي والناس ديال اكت فور كوميتي وجابونا السنتر دو كومبيتونس اوليمبيا باش ندير واحد فورماسيون اللي كانت في 3 ايام. هاد الفورماسيون عرفتنا بعدا بلاميتي ديال الشودرونري. ابري دارو لنا واحد لا موديل من بدايه لا بيس حتى الاخر ديالها كيفاش تبدا كل زيطاب اللي تدوز منهم. ومن بعد درنا واحد الجوله في مركز ديال الكفاءات شفنا الماتيريال تعرفنا على طريقه العمل تعرفنا على النظام هنايا كيفاش يكون وكيفاش خصو يكون. الحمد لله استفدنا مزيان وكاين باقي دي فورماسيون غادي نجيو من بعد ان شاء الله الاسبوع القادم والاسبوع الاخر وفي الشهر الجاي ان شاء الله. طريقه العمل ديالنا في الورشات ديالنا حنا المقاولات المحليه اللي شاركت في هاد الفورماسيون كلها غادي تبدل لحقاش حنا غادي خدمه تقريبا عشوائيه. وهنا تعلمنا نظام العمل كيفاش كيحترموا ديك لي كونسيون سيكوريتي بزاف ديال الحوايج اللي شفناهم هنايا ان شاء الله غادي تنفعنا في الخدمه ديالنا في لي زاتولي ديالنا. تعرفت على اكت فور كوميونيتي في واحد الفوروم اللي مواكبه هاد المقاولات الصغرى المحليه اللي متواجده بمدينه اخريوكا. عن طريقها عرفنا شنو اللي ناقصنا حنا كشركه عن طريق التكوينات اللي خدعنا ليها سواء في سنتر سكيلز سواء هنايا في سنتر ديال الكفاءات الصناعيه ببني عمير. هاد التكوين كان عنده واحد لامباكت على السوسيتي ديالنا في دون لو كادر دو لاميليوراسيون كونتيني بور ريسبكتي لي زيكزيجونس امبليسيت اي اكسبليسيت بار لو كليون دون لو كوتي دو كاليتي لير دو ترافاي. جو سويت افوار دوطخ فورماسيون دون دوطخ دومين comme le chiffrage, comme le côté de sécurité, comme le fonctionnement des les machines, les mettouages dans l'atelier. Axe for Community, أني منيت أونكاجيت مع الشركة مني كنا هاد ديبار يعني باش يشدو هاد المارشي. من وراها دار معاهم لونسيبي بأنهم خاص لونسيبي تخدم بواحد دي كونديسيون يعني دوك لو كونديسيون خاصو يكونو في لونتربريز اللي خاصها تخدم معاهم. لونسيبي اقترح واحد الفكرة بأنه غادي يدير لاكومبانيومون لهاد الشركات يعني أنا غندير لكم دي فورماسيون ندير لكم معايير المهم خاصك باش دير هادوك المعايير اللي يكونوا باش تشد لونتربريز واحدة أخرى خاص يكونوا فيك في يعني في لي تي بي ديال المدينة هما اللي يديرو سميتو. كان عندنا واحد البزوا من ناحيه في الحرفه ما عارفينهاش يعني بزاف ديال الحوايج ملي جينا لهنايا وداروا لنا لي فورماسيون يعني عرفنا بزاف ديال الحوايج اللي كانوا ما عندناش ما كناش نخدموا بهم. طريقه الخدمه عندنا من ورا لا فورماسيون غادي تبدل بزاف ديال الحوايج. لحقاش في الاول كنا خدامين يعني عادي كاي محل في المدينه سميتو. دابا ملي سميتو غنوليو خدامين بدي نورم اللي متعارفين بهم عالميا بحال لي سانكاس كيفاش اورغانيزي لاتولي ديالك كل البوزيسيون ديال كل ماشين في بلاصتها. اهم تكاوي اللي خاصين في لونتربريز كاين اولهم كاين الشيفراج يعني لا كونطابيليتي لا جيستيون دونتربريز كيفاش ديري لونتربريز. وثاني حاجه هي بالنسبه يعني خاصنا مازال تكاوين السوداج بنادم يبراتيكي مزيان السوداج.